نرجع هلا لواتس اون ام تي في وشو ناطركم اليوم والليله عبر شاشتنا بعد اللايف مباشره. انتم على موعد مع الزميله ريبيكا ابو ناظر بحلقه جديده من الحل عندنا حوالي الساعه 1:30، من بعد الساعه 2 الموعد مع نشره بيروت اليوم، وبعد انتم على موعد مع حوار بيروت، ومنوصل للساعه 4 الموعد مع شباب والصبايا هاشتاج واجواء خفيفه ومسليه، اما الساعه 6:30 بننتقل سوا لاجواء موسيقيه واخبار فنيه ببرنامج أغاني أغاني. بعد الأخبار الموعد منتظر مع الحلقة ما قبل الأخيرة من المسلسل اللبناني العاطفي فرصة عيد مع مجموعة من أبرز نجوم الشاشة اللبنانية، ورح نشوف سوا كيف رح تنتهي قصة تمار ولين ريم اللي اتنيناتهم تعرضوا لصدمة عاطفية وعم بيحاولوا يجربوا حظهم، وحدة بالمدينة ووحدة بالضيعة على أمل أنه يكتشفوا الحب الحقيقي. بعد فرصة عيد مشاهدينا الموعد المنتظر مع برنامج توني خليفة 15:44 اللي دايما بيطرح قضايا وملفات حياتية إنسانية واجتماعية، مواضيع كثيرة بانتظارنا بحلقة الليلة. جريمة قتل إيف نوفل، هل هي جريمة فردية أو نحن قدام خلايا عسكرية منظمة؟ كمان مواضيع أخرى مثل شو قصة صورة ملكة جمال لبنان السلفي مع ملكة جمال إسرائيل؟ كيف رح تبرر القاضي برنادات عجال الفيلم اللي بتبين فيه عم تعتدي بالضرب على جارتها؟ خلينا نشوف هلأ مشاهدينا وأجواء مختلفة عن هالمواضيع مشهد عاطفي من المسلسل اللبناني فرصة عيد. باسك وشو كمان؟ حكي يا بنت شو صاير معك؟ بدك كل التفاصيل كلهم. وينك رامي؟ رامي هرب. شو؟ شو حطي؟ تركتي؟ ريم ضايعة. رامي أنا بكره نازلة. وتمار منا عارفة شو بدها. صراحة هلا فيني بطلت عم بفهم. لأنه ما بدك تفهم. طلال نحن علاقتنا موقفة. افتح الباب. تخلص مع فرصة العيد. آخر حلقتين من فرصة عيد. إيفري سترينج إز أوكي. الثانيين والثلاثة 9:45 المساء على الإم تي في. هيدي كانت بروموسيون لفرصة عيد مشاهدينا اللي عم بتشوفوها الأسبوع بحلقاته الأخيرة، وراح نشوف سوا أخيراً كيف رح تنتهي قصة تمر وريم. أما هلأ رح ننتقل سوا للزعرور وتحديداً للزعرور كلاب، مطرح ما ناطرتنا زميلتنا كمان مرة لتوفينا بالأجواء اللي عم بتعيشها فوق. هلو هاي رولا كيفك؟ يعني وأخيرا منيحة كثير منيحة اليوم يعني إن شاء الله دافي بالزعرور. شو رولا؟ إن شاء الله دافي. إيه طقس كثير حلو ما في هواء يعني مثل ما عم تشوفوا الشمس كثير قوية. يعني أنا بدي أقول رولا صار وقت عم نستمتع بالطقس الحلو وين ما كان بالمناطق اللبنانية، مثل ما أنا اليوم عم بعمل بالزعرور كلاب على بعد 30 دقيقة من بيروت. الطقس رائع يعني نهار على الثلج بأول الجمعة مش غلط أبدا، وبحمسكم تكفوا الأسبوع بنشاط أكثر. أسبوع صافي ومشمس ودرجات الحرارة بترتفع تدريجيا كل ما تقدمنا بالأسبوع. اليوم الحرارة عم تسجل على الساحل 18 درجة بترتفع لنهار الأربعاء والخميس لـ20، أما نهار الجمعة فبتسجل 22 مع جو مشمس. يعني مثل ما شفتوا أجواء حلوة كتير ناطرتنا هالأسبوع. هيدي كانت أخبار الطقس هلأ مباشرة من زعرور كلاب. عودة لإليك رولا على الاستوديو. جينيفر بعدك معي؟ ايه بعدني معك. عم تشوف انه ما عم بتضيعوا وقت ابدا لفوق انت والشباب، انتوا اللي عملتوا هالرجال الثلج الحلوين اللي وراكي؟ لا مش لحنا بس حبينا نفرجيكم يعني كثير حلو، في كثير اصلا مناظر بعد احلى رح نفرجيكم اياها اليوم. بدي اطلب منك جينيفر هيك تاخذي لحظه وتاخذي سيلفي ورجال الثلج وراكي، اوكي؟ يلا اوكي. نرجع لك خلال لحلقتنا جينيفر، اما هلا نحن وياكم مشاهدينا رايحين على المطبخ مطرح ما ناطرتنا ستيفاني مع شيف جاد والروايح بتشهي لحد هلا. ستيف ويندو هاي ويندو لويندو ويندو بالهواء الطلق ويندو بالمطبخ بالاستديو روايحنا احلى. ايه اكيد اليوم عندنا سوب بصل وثوم وكمان عندنا بريسكيتا على ليبانيس. حلو، بس بدي طمن المشاهدين لحد هلا ما في ريحه بصل ولا في ريحه ثوم، وبتصور حتى لو في ريحه طعمي رح تعوض اكيد. يلا تفضلي سيف.